احنا السجن بتاعنا بيطلع كل سنة الأول على مستوى الجمهورية. ده بشهادة الإدارة العامة لوزارة الداخلية والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان. عندنا هنا نظام حضرة المأمورة عدالة. حضرة المأمورة. إيه يا شهوار بتتلككي عشان تطلعي في الكاميرا ولا إيه؟ أخبار سعيدة جدا. أخبار سعيدة. إيه خير؟ عن إذنكم يا واحدة. معلش. إيه عايزة تقولي إيه؟ الحقيقة ما لقيناش ولا تفيدة ولا سناء وحضر الصول عوالته. لقيناهم متخدرين. بتصوروا ولا متخدرين في الحمام. متخدرين الصول عواطف وصول حميده. ازاي الكلام ده حصل؟ ازاي الكلام ده حصل؟ ده انا فضحت يا توب عبد الهاج. اهلا وسهلا. كلم الحرس. قول لهم يقفلوا البوابات. مش عايزه ناموسه تدخل ولا تخرج. انا هتصرف مع الناس دي بسرعه بسرعه. حاضر يا فندم. يا فندم اهلا وسهلا. اهلا. اتاخرت عليكم. في ايه؟ لا ابدا، ده المسجونات كانوا بيستحموا. الشاور جل خلص بعت اجيبه. نظام نظام. بقول لكم ايه، قبل اللقاءات نشرب حاجه في مكتبي، ايه رايكم؟ ماشي مفيش اي مشكله. عدس فريش. تحسوا بالسجن. يلا اتفضلي. اتفضلي يا فندم. اتفضلي موحة حبيبتي بحبك قوي. اتفضلي. اهلا وسهلا. نورتونا. اسطوره. قدمي. اتفضلي. شكرا. اتفضلي. شاليمو. فين الشاليمو؟ ايوه افتكرتك نسيتيه، كنت هزعل. اتفضلي الشاليمو. اشرب كمان شاليمو. ايوه. ايه ده ما جبتيش للافندي؟ لا بسرعه، الافندي اهم واحد. ايوه. ملح شطه كمون. ليمون. عايزين ايه؟ كاتشب مايونيز كل حاجه عندنا. اتفضلوا. شايفين كلنا بناكل مع بعض في طبق واحد وهدوء. ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات. الله الله. نشرب بقى العدس الفريش. ايه رايك؟ جميل تحفه. نشربه بقى ونروح نشوف دوري المسجونات للشطرنج. السجن هنا زي ما انتم شايفين مؤمن تماما، مفيش حالة هروب حصلت من يوم ما انا بقيت مأمورة هنا. السحلية ما بتقدرش تهرب. تمام. ايه ده؟ واحنا بالصدفة اهو بنقابل اتنين من السجانات، ممكن نتعرف بيهم؟ طبعا. الزول تفيدة. السول تفيدة. والسول سناء. ما تردي. ردي. انا السول تفيدة. اصلها لسه متعينه بس من ربع ساعه، والثانيه بعدها بثلاث دقائق. السول سناء. طيب ممكن اتعرف بيكم؟ اهلا وسهلا حبيبتي. اهلا وسهلا نورتينا. حضرتك بتشتغلي هنا في السجن من امتى؟ من يوم ما اتمسكت. اصلها من يوم ما اتقفش. اصلها اتعيد لي يا بنتي في الكلام. اول مره تقف قدام كاميرا متلخبطه. افتكرت. انا تعينت هنا من يوم ما تعينت في الشرطه. تمام. طيب بقى، وبتجني صعوبه في التعامل مع المسجونات؟ لا طبعا، دول كلهم صحابي وحبايبي. صحابك؟ هي تقصد انهم يعني احنا بنعاملهم كويس زي ما يكونوا اخواتنا. تمام. يعني ادميين. صح. دي بقى لها هنا سبع سنين صول. فهتاخد سبع سنين تاني صول. دي حاجه عظيمه جدا انهم قد كده بيحترموا ادميه المسجونات. طبعا. طيب هل حد فيكم مره تعرض لموقف ان مسجونه حاولت تهرب منه او شيء من هذا القبيل؟ هو في حد يستجري بس يهرب؟ يهرب ايه؟ وبعدين تهرب ليه وهي مبسوطه هنا اخر انبساط؟ طبعا. والله ده شيء عظيم جدا. طيب بنشكر السول تفيده والسول سناء. سناء. انا سناء. هي تفيده. انت لسه هتصلحي الاسامي. نوقف التصوير شويه قبل ما انسى، عشان لازم دلوقتي حالا اديهم مكافاه. سهرانين على المساجين وتعبانين. اتفضلي. تعالي كده، ده انتوا هتشوفوا ايام سوده. طيب في حاجة غريبة مش عارفة ايه هي. يلا انا زهقت، انا هوريكوا ايامكوا سوداء. ست المأمورة. شعوار خد مسكي دي كويس، ودي كمان الملعونة. تعالي لكن الهربانة حفظي عليهم في مكتبي، اقفلي عليهم بالمفتاح كويس قوي.